السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. حديثة إيرويكا من الألعاب جدد 2022، لعبت جزء واحد منها. أنا الحقيقة دشيت في عالم يعني غريب، لقيت أميرة لاحقة حيوان غريب أيضا تعلق بي الحيوان. الحرس مالها كلها بنات، يعني دخلت بعالم البنات كلها بنات دار مداري. المهم عشان الحيوان تعلق بي، الأميرة قالت لازم تروح ويانا نشوف الحيوان، يعني نشوف له طريقة نخلصه منك، لازق فوق راسي وقاعد. فرحت وياهم خلينا نشوف شو يصير ويانا. طبعا لغة صينية او يابانية، ما ادري شنو اللغة، بس مترجمة، يعني اكو ترجمة بالانجليزي. صندوق خلي فتحة، اكوايت دورابل يعني جواز طالنا. ما لحقت اقراها حبيبة. اكوايت ايتم، هذا الحيوان مال الاميرة اللازق بيها شايفينه. استرينج يعني حتى هو كاتب استرينج نيو وورلد، يعني عالم غريب جديد. بالتأكيد عالم غريب جديد، ما أعرف عنه شيء، كله بنات المصيبة. أوند ما عندي شيء، أوند استغاث اكس بي اكتف كويست. المهمة الشغالة الان هي هاي المهمة الشغالة. مدام اميرة لازم لها اعداء، واجهنا اعداء الان. Too dangerous. Please leave it to me. I will mend the wound. هاي طبعا قلنا واحدة من البنات مسؤولة عن شفاء تشفى من المصابين. أول واحد هجم علي طبعا. شوفوا مركزين علي أنا الفقير، عارفين الأميرة وربحهم مركزين علي أنا الفقير. إيه انا ما عندي غير الدرع طبعا، اقاتل بالدرع. هاي قوية هاي. أوف. والله ضربة. طيب. اكو شيء غلط تقول. هاي لونا. This area is supposed to be patrolled by troops but they are so many dargun. تقول هاي المفروض يعني دورياتنا احنا بهالمنطقة وتكون آمنة، ولكن شفنا الداريون اكو وحوش عندهم يسمونها داريون، يعني كثيرة في المنطقة.
أراوند من حولنا. Maybe the rumors are true. يمكن شائعات صحيحة. And there is a giant dragon roaming in this. يعني بتقول أكو وحش كبير من الدارغون هو بهالمنطقة هاي. I feel expected to be the army was ten. Oh, that's true. بتقول ما أعتقد هاي الأشياء صحيحة. هذا أنا أحكي. The giant dragon you are talking about, is that it? يقول giant dragon, العملاق dragon اللي تحكون عنه, هل هذا هو؟ أوف 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 That's really a giant dragon, هذا بالفعل وحش كبير من الدارغون. This powerful enough to crush even experienced adventurer. تقول كبير حتى يسحق أكبر مغامر. There never been had sight around here before. So where did this someone suddenly come? يقول ما كان أكو يعني هالوحوش هاي هنا منين يجي هذا؟ Could it be connected to the pointers in the... يقول يمكن هذا متوصل أو مربوط بال بالأبراج مالتنا. We can't be certain yet. مو واثقين تقول من هالحاكي هذا. لونا تقول that's not a problem right now. Look at where that goes. هذا مو مشكلة. شوفونا وين يتجه هذا. هو رايح على الفيليج القرية. تقول لازم تروحون وتحذرون القرية. ما راح نوصل بالوقت المناسب حتى نحذرهم. يقول هذا انا اقول The speed that you are worried about, there is no need to shoot. تقول لا تغلق السرعة مالتنا, يعني إذا قلقان من السرعة اللي يتحرك بها هو فإحنا أسرع منها. What about to arrive? شو نوصل قبله؟ تدي كول هير تو امبرسيف اولويز ليدي. هذه كارثه هاي كبوكيرو. يقول شو تسوي؟ تقول انا عندي كل شيء. يقول شو تسوي ساير يعني انا قلها شنو شغل دنتي؟ وهذا لازق على راسي بعد. شوفوا يا اخي حبني ما ادري ايش فيه حبني بسرعة ولزق على راسي وظل. Let me explain, دعني اشرح. It's coming, speaking with the devil right on time. نحكي على الشيطان يجي بالوقت المناسب. شوف عندهم هذا مثل قطار سريع. اوسم رائع. اترين فونز ريل ميد اوف رايت سو ذات. هذا اكرام اللي قالت لي عنه كابوكيرو. يقول هذا قطار سريع. من الرائع ان نشوف قطار سريع هنا بالاثار. تقول هذا من الطبيعي أركام. وانت ما اول مرة لك راح تركب فيه. seeing something like this. شفت شي مثل هذا.
أهلا بك وسهلا يا ساي على متن هم يسمونه أركام. أركام كويست كومبليت. طبعا أنا مستغرب داخل الأركام داخل الغوق داخل القطار الآن. نقول أركام يعني يعني القطار. So this is أركام. هذا الأركام. Both inside and outside is just wheel train back. يقول بالعرض عندنا شيء اسمه قطار. نسميه قطار وهو مثل القطار. Welcome on our guest. اكو واحد جاي يحكي وياي ما ادري منه صراحة. منو هذا؟ هم بنية معشر كله بنات. Welcome to Arkham. اهلا بك في Arkham. Allow me to introduction. This is a conductor or هذه العاملة القائد مال أركام أراي اسمها أو إيراي. Supporting those who support in Arkham, the young chief conductor. Chief conductor, this kid. هي لهاي صغيرة رئيسة المهندسين مال القطار. Don't believe me. وايد انت ما تصدق شنو يقول اسف. I will let it side this time. هالمرة راح اعبرها لك تقول. This is a construction together. ترى يقول هذا لونك قاعد تقدم لي هذا يقول هذا ساي وراح يمشي ويانا لفترة. رايحين للقرية نحذرهم من الهجوم مال الدارجون. كيبو بليز هري تو ذا نير باي ميليتري كامب اند برينج سام تروبس. تقول روحي الأقرب مخيم وخلنا نجيب قواتنا. The princess consider the danger. I think it would be best if I went to the village instead. كيف كيرو تقول راح يكون من الأفضل إذا رحت أنا القرية. Not if I'm not there. It's from camp. But the villagers want to know who are Kibo. قلت القرويين ما راح يعرفون شيء. We have got quickly ونريد نتحرك بسرعة. And the villagers know my face. وهي تقول لون تقول يعرفونهم القرويين وجهي. It will be easier for me to gain their trust. وراح يكون من سهل كسب ثقتهم. It is a bit risky but I think the best يعني تقول يعني هو شيء خطر بس يعني أحسن خيار هذا عندي. Alright, be careful princess. حسنا كوني حذرة. Now let's go to the village. دعونا نذهب للقرية الآن. أنت تخططين النهاية اللي الذهاب للقرية. على كل حال أيها الأميرة and that's what is happening. ساي يقولهم اللي هو أنا يقولهم أنا راح أساعد أيضا. عفوا حبايبي صوتي شوية لأن أنا مريض حبيبة. You are not even part of the question. ايش شلون ساعد انت مو واحد من عندنا حتى. I will join the as well. ماريو هم تنضم لنا.
لا رأي هاي مسؤولة القطار. يقول فكروا قبل لا أرايد، يقول لي قبل الاندماج بالمغامرة لازم تفكرون. وبالنسبة لي أنا يعني تكون المغامر جديد ستامب تور لازم ياخذ طابع مال سياحة. كومبليت ستامب تور ميشن اند ريسيف بيوتيفول وورد، تقول كمل مهمة الطابع السياحة واحصل على جوائز جميلة، جوائز جميلة. تقول there is no particular time limit so you can move to your own base. طيب and then let's go through the stamp مشن استبعد. راح نروح لها المهمة. كملنا الكوست الثاني. طيب So this is the village. هاي هي القرية وصلنا لها. تقول ماريون كي تحدثي مع رئيس القرية. وحاولي تكونين بعيدة عن حلفاء الظلام. Always stay close to the main road. بالشارع الرئيسي دائما. راح ارجع قريبا تقول ماريون. يقول انا لازلت مبهور طبعا بال أركام. أقول لكجري ترين قطار فاخر. يقول هاي القرية أنا شايفها بالإنترنت. باستن كول دارغون عندي بالماجيك. It is really fantasy world. إنها عالم خرافي. But how did end up this world? كيف انتهى العالم بهذا؟ No matter such I try to remember there's nothing. كلما حاولت طبعا انا فاقد الذاكرة. قلت لكم صحيت لقيت الاميرة قدامي ولقيت هذا الحيوان والبنات هاي الحرس مالها وهاي كلها. فيقول كلما حاولت اتذكر ما لقيت شيء. شلون انتهى بي المطاف الى العالم ما ادري. ولست take a stroll around the village. خلينا نلقي نظرة حول القرية. شات خلينا نحكي وياها. هاي اي حد تاج ديم يستدي. هاي كاس اسمها. تقول عندي حلم بالامس حلمته. I went into the dragon. تقول بالحلم تحولت الى دراكن واحد في دارغون. يعني حلم انا حلم وهي من قلبها دراغون وحش دراغون. هاي بعد شنو صارت وحش دراغون؟
تقول دراجون ما راح يهجمون علينا هنا، راح يهجمون. انت شو تقول يهجمون؟ راح المانع هم جايين يهجمون. شوف هذا ايش قده، ده هجمه يابا. And this guy has strange looking ears and a bushy tail. عنده ذيل ايضا. يقول هذا شكله غريب ضخم وعنده تيل وعنده ذيل. We have already met someone with whose، يعني يقول ما قابل شخص مثله من قبل، انسحبت بهدوء منه. ماكنادر اسمه، انسحبت بهدوء منه بس هو صاح علي. انت تتكلم وياي، لقيت اي حد بالجوار؟ يقول انت تنظر لي بنظرة غريبة، تريد تتعارك وياي. ما هو شي تعارك وياك، انت هجمة يابا. There's no problem. ماكو مشكلة. I'm sorry I have offended you. وآسف إذا أثرتك. يقول ايش في هذا؟ وذيل يرقص من وراء. يقول هاي مشاكلكم انتو معشر الناس، غلط شنو غلط علي بالبداية فتاة غريبة والآن هاي. راح نكتفي بهذا القد حبايبي ونكمل في لقاء جاي. هذا أخوكم ماجد، إلى اللقاء.